شرحت الرانك لماتريكس بقدر افحصه على نون سكوير ماتريكس. الديتيرمينانت ما كان له معنى شيء. فالرانك تبع ماتريكس هون رانك اوف ا ماتريكس بنقول ا ماتريكس is said to have يعني ممكن يكون عندي rectangular matrix ممكن أفحص الرانك تبع rectangular matrix. إذن is said to have A rank M if there exists an M by M submatrix. M by M submatrix وراح نسميها capital M such that the determinant of M is non-zero and لاحظوا وجود واحدة كفاية. لو لقيت واحدة sub matrix M by M داخل الماتريكس الأصلية واحدة الديتيرمن تبعها non-zero وأي matrix أكبر من M يعني M plus 1 في M plus 1 الديتيرمن تبعها zero and the determinant of every R by R submatrix طبعا R أكبر من أو تساوي M plus 1 of A is 0. حاول نرسمها حتى نوضحها. لو عندي هاي ماتريكس هون بغض النظر عن dimensions تبعها إذا جيت فتشت في داخل هاي الماتريكس وجدت على الأقل M by M matrix اسمها M الديتيرمنت تبعها لا يساوي 0 وأي matrix أكبر منها اللي هي R وهدول كلهم كانوا 0 يعني كأني عمالي بقول What is the largest submatrix اللي ديتيرمنت تبعها مش زيرو. مش هذا اسهل من هذا التعريف؟ الرانك يعني هون نعرف تعريف the rank of a matrix is the largest او is the يعني dimension of the largest submatrix for which the determinant is not zero. فإذا بدك تفكر فيها بهذه الطريقة جيب M خد square matrix M by M هل الديترمنت تبعها مش زيرو؟ إذا مش زيرو كبرها فتش على matrix أكبر منها. أكبر matrix بتقدر تلاقيها في داخلها الديترمنت تبعها non zero بكون هذا هو الرانك تبع هاي الماتريكس. نعم بدك تجرب بدك تفتش هلا في الماتلاب